من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان محل إدارة العباد والبلاد. الرسول صلى الله عليه وآله غير الصلاة كان يخطب في هذا المسجد، مو فقط يوم الجمعة بل في كل يوم وعقيب كل صلاة كما ورد في بعض التواريخ. يعني كل يوم الرسول صلى الله عليه وآله كان يخطب توجيه الناس وإرشادهم، وثم مكان اجتماع المسلمين وجلوسهم وكلامهم واللقاء بالوفود التي كانت تأتي إلى المدينة المنورة، سواء من الوفود الذين كانوا يريدون الإسلام أو من الوفود مثل وفد النصارى الذين جاءوا ثم تقرر أن تكون هناك مباهلة، بل اليهود النصارى المشركون وغيرهم حينما كانوا يأتون إلى المدينة المنورة يلتقون بالرسول أو بالمسلمين في المسجد. ويمكن للمسجد أن يقوم بدور جدا كبير في هداية الناس. الحالة اللي تفضلت فيها ناشئة عن عدم معرفة المسلمين بالإسلام، وخاصة في المناطق النائية التي وجهت بإهمال من مختلف الجهات، فيكون مستوى الأمية وعدم المعرفة وعدم الثقافة وعدم الوعي، هذا شيء بشكل كبير يكون منتشر. أنتوا عليكم كم شيء. الشيء الأول، الإنسان الله عز وجل جعل فيه طاقة كبيرة، وهذه الطاقة الكبيرة الإنسان لازم يفجرها. إذا ما فجرها هاي الطاقة تبقى إلى أن الإنسان الله يتوفى. مثال ذلك مثال المعادن كالنفط مثلا الموجود في الأرض. هذا النفط منذ ملايين السنوات موجود في الأرض، ولكن ما كان يستفاد منه، لأن حينما استخرج النفط واستفيد منه تشوفون أنه الفوائد الكثيرة التي يستفاد من هذا النفط. الشباب وهؤلاء طاقة كبيرة جدا، الإنسان لأن هذه الطاقة يستثمرها، وإلا خلاص الإنسان كم يوم يعيش بعدين الله يتوفى ويروح إلى العالم الآخر ما يؤدي أي دور فيه. وحقيقة إذا الإنسان ينتظر أنه تتوفر له الإمكانيات فما راح يوصل إلى مكان، لازم يبدأ. والناجحون في طول التاريخ كانوا أشخاص كانت الظروف والإمكانيات ما تساعدهم، لكن إرادة الإنسان أقوى من الظروف ومن الإمكانيات، وبالصبر والمثابرة تمكنوا من التأثير على البشرية. المسلمون في بدء هجرة الرسول صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة زين كانوا فقراء جدا، وخاصة المهاجرون من المسلمين كانوا فقراء. مهاجرون هاجروا من مكة، تركوا بيوتهم وأموالهم محلاتهم تجارتهم كلها تركوها وذهبوا إلى المدينة. وأيضا كانوا ناس يأتون إلى الرسول يهاجرون من مناطقهم يسلمون،
زين فالرسول شنو كان مسوي لهم؟ ما كان إمكانيات موجودة. بجنب المسجد كان الرسول صلى الله عليه وآله مسوي في مكان مرتفع في نص متر تقريبا، وهذا المكان المرتفع ما بيسقف. وليش كان مسوي مرتفع؟ لأن لما ماكو سقف عندما مطر يجي يجتمع فيه الأمطار، فلما هذا مرتفع شوي يكون الأمطار ما تجتمع فيه تروح من الأطراف. هاي المنطقة كانوا يسموها الصفة. الآن هاي المنطقة موجودة في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله. فذول بالنهار الشمس كانت تأذيهم لأنه ما كان أكو إمكانية حتى يبنون سقف، زين بالليل البرد يأذيهم، ولما يجي مطر يتبللون كلهم. 300 واحد كانوا بهذه الكيفية. عد أكلهم شنو كان؟ ما كان أكل أكو. بعض الأحيان كان يجي صدقة تمر، فالرسول صلى الله عليه وآله كان يوزع هذا التمر على هؤلاء. ليش؟ لأنه ما كان عندهم إمكانية. ولكن هذا المكان، هذا المسجد الصغير بهذه الكيفية، وذولا اللي كانوا في الصفة 300 نفر كانوا في الصفة، أصحاب الصفة اللي ماكو سقف، هذا السقف يمنع البرد والحر والمطر عنهم. هؤلاء تمكنوا من تغيير وجه الكرة الأرضية. صحيح ظروف صعبة، لكن عندما الإرادة تكون قوية والإنسان يكون مخلص، تأييد من الله عز وجل هم يجري المخلصين، فيتمكن من التقدم إلى أبعد حد. زين، فأنتوا الآن إذا شفتوا أنه مستوى الوعي شوية مو على ما يرام، يخلون تسوون برامج في المساجد كحسينيات. ما صار في الحسينيات، واحد بأقل الإمكانيات ولو يشوف لساحة، زين في هذه الساحة العصريات اللي مثلا ماكو شمس أو كذا، زين يصير البرنامج. الله عز وجل يوفق، وعسى ولعل من ذول الشباب إن شاء الله يكون ناس في المستقبل يقدرون يأثرون على مستوى العالم. بس شنو يحتاج لكم شيء؟ الشيء الأول لازم الإنسان يؤدي الواجبات اللي عليه، يعني صلاة يصلي، لا يؤذي الوالدين الأب أو الأم، لأن الله عز وجل توفيق في الدنيا والآخرة جعله رهن رضا الوالدين، يعني الأب والأم. لا يقول كلمة يؤذي والده أو والدته. الأب يقول مثلا لابنه روح اشتري خبز، يقول أوه. فطاعة الوالدين عدم فعل شيء يؤدي إلى غضبهم. بعدين إن شاء الله باكر عقب المدارس لما انفتحت، واحد يحاول أنه يكون طالب مجد. إذا في دورة زين يشترك، زين يحاول أنه يستمع إلى الكلام، يشوف شنو هذا الكلام. وإذا طلبوا منه تكاليف واجبات تمرين زين حفظ، يكون مجد، لأن الله عز وجل يوفق الإنسان المجد. هذا الشيء هم لازم يكون جدية في العمل. درس لما يحضر المدرسة أو يحضر للدورة، يستمع زين، وبعدين هم يحاول أنه الأشياء اللي لازم يحفظها يحفظها، والأشياء اللي لازم يطبقها يطبقها. يعني مثلا إذا المعلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان حسن الأخلاق، أخلاقه كانت جيدة حسنة، يحاول هو هم يكون أخلاقه جيدة حسنة. إذا أكو مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بالرفق بالحيوانات، واحد لا يؤذي الحيوانات، زين لا يؤذي حيوان. أكو رواية أن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام كان في يوم من الأيام لا يأكل طعام، لا يأكل غداء أو عشاء، خبز لا يأكل، فشاف أكو فت كلب هناك فت كلب، الإمام كان يأكل لقمة ويشيل لقمة من الخبز يذبل الكلب. ليش؟ هذا الحيوان مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والإسلام أمرنا بالرفق مع سائر الناس وحتى مع الحيوانات. فالإنسان يكون عنده أيضا رفق
مو فقط بالناس حتى بالحيوانات لا يؤذي. زين، لا حيوان، لا عصفور مثلا، لا بزونة، لا كلب، لا أي حيوان آخر موجود لا يؤذي، استعمل الرفق مع هذه الحيوان. فكيف بالإنسان إذا واحد مع صديقه، مع صاحبه، زين، لا يستهزئ به، لا يضحك عليه مثلا. فعلى كل حال الإنسان يؤدي واجباته، ومن الواجبات طاعة الوالدين واحترام الكبار، ثم يكون عنده رفق مع الجميع سواء ناس أو حيوانات، يكون عنده رفق معه، ويكون عنده جدية في عمله، درسه، في نشاطه، برنامجه، الله عز وجل يوفق. وإذا إمكانياتها ما موجودة مو مشكلة، لأن إرادة الإنسان أقوى من كل هالأمور. وإذا الله عز وجل شاف الإنسان صادق ينصره، لأن أكو في الحديث عن أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام: فلما رأى الله منا الصبر أنزل علينا الناصر. الصبر يعني شنو؟ يعني أكو مشاكل الإنسان يصبر عليها، فلوس ما عنده، ظروفه صعبة، مشاكل أكو، ناس بعضهم ما يفهمون شلون يتصرفون. فإذا الإنسان صبر على هاي المشاكل، الله عز وجل يشوف أن هذا الإنسان صابر وصادق، فينزل عليه الناصر، ينصره، مثل ما الله عز وجل نصر الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول مع أقل الإمكانيات الله نصره. ليش؟ لأن الرسول طبق ما أراده الله عز وجل، وهكذا الأئمة. فعلى كل حال إذا أكو مشاكل لا تهتمون بها، استمروا في برنامجكم وفي عملكم، وإذا الإنسان استمر الله يوفقه. كان واحد في عبادان في نفس المدينة اسمه الشيخ القائمي، يمكن سامعين باسمه رحمة الله عليه، قبل حوالي 12 سنة 13 سنة توفي. هذا الشيخ رحمة الله عليه وحده باني له أكثر من 300 مؤسسة، وحده 300 مؤسسة في مختلف الأماكن هذا الشيخ هو باني. زين، هو كان عنده فلوس؟ لا. الظروف دائما كانت مساعدة؟ لا. وهي كانت عنده مشاكل، لكن إرادة قوية وصبر، الله عز وجل أيضا وفق الشخص الواحد بنى 300 مؤسسة. هسه أنتوا الآن أخذتوا قطعة أرض تردون تبنون، شوفون فلوس ماكو، إمكانيات ماكو، مساعدة ماكو، يمكن بعض الناس يعارضون، لازم لا تهتمون بهذا الشيء، ولا تفكرون فقط في هذا المكان. زين، الشيخ عبد الرسول القائم الله يرحمه كان إنسان واحد، وجنابكم أيضا إنسان، ذاك قدر يبني 300 مؤسسة، أنتم هم تقدرون، مو 300، 3000 يمكن. بس واحد لازم شنو يكون؟ يكون عنده إرادة وصبر وتصميم والتوفيق من الله عز وجل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها